ومقادير الصوبيا بسيطه جدا جدا. عندنا كوبايه من الحليب البارد، كوبايتين من الميه الساقعه، 5 معالق كبار لبن بودر، و5 معالق كبار سكر بودر، ونص معلقه صغيره من الفانيليا، يا دوبك رشه كده على طرف المعلقه من الفانيليا، نص معلقه صغيره من روح جوز الهند، ودي بتلاقيها عند العطار. زي ما انتم شايفين كده كل المكونات عندنا بسيطه جدا جدا. تعالوا ناخدها وعلى طول. فين الميه يا شباب؟ هحط كده الحليب واللبن والسكر، والفانيليا تمام، وروح جوز الهند معلقة صغيرة بس كده. كنا حاطين في الخلاط بتاعنا مكونات الصوبيا اللي هي كوباية حليب، 5 معالق كبار سكر بودر، 5 معالق كبار لبن بودر، 2 معلقة جوز الهند، حطينا رشه بسيطه خالص خالص من الفانيليا، ما تكتريش عشان ما يمررش معاكي، وحطينا كمان معلقه صغيره من روح جوز الهند. بينا كمان نحط 4 كوبايات لبن ميه بارده. احنا حطينا اللبن خلاص، ونخلط بقى الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. بسم الله بسم الله. زي الفل، مفيش حاجة أصلا تتخلط، كلهم يا دوبك بس يمتزجوا مع بعض كويس جدا، وناخد أحلى صوبيا بجد. جربوها تعجبكم جدا جدا. هروح أجيب بقى جار عشان نقدم فيه. إيه الأخبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال يا جماعة؟ تحفة ومغذية جدا جدا، وهتعجب الولاد قوي. نصب كمان هنا.